علم فلسطين يرفرف في سماء المملكة المغربية المسلمة. دابا الآن كندوزو ما بين الدروبة باش نختصرو الطريق. نوريكم الأزقة. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة؟ لا ترك لنا إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. قولي أشهد. سي أشهد. أشهد أن لا إله إلا إله. السلام عليكم ورحمة الله. سعد الله بالصباح. عيد مبارك سعيد. تقبل الله منا سائر الأعمال إن شاء الله. حيتنا اليوم غنمشيو له إن شاء الله في كلمة في مدينة سهلة إن شاء الله. غادي نلقاو دور صلاة العيد إن شاء الله. خليكم معنا وخليكم مع الأجواء. دابا الآن كنتواجدو ما بين أزقة ديال مدينة سهلة، بالضبط الدار الحمراء. يعني باش نتاجو نحو مصلى حي الكريمة إن شاء الله. يعني الأجواء ما شاء الله، يعني الحمد لله أجواء عيد وأجواء فرح. يعني بعد قليل نشوفو واحد الحشد هائل الحمد لله. هذا من فضل الله عز وجل، من جمالية الإسلام إن شاء الله. دابا الآن كندوزو ما بين الدروبة باش نختصرو الطريق. نوريكم الأزقة كيف كتشوفو. هذوما أزقة مدينة سهلة، بالضبط الدار الحمراء. دابا حاليا يعني ما كنشوفوش بزاف ديال الناس، ولكن غنخرجو للشارع الكبير إن شاء الله نشوفو الحشد الكبير بإذن الله. كنشوفوا الأزقة يعني شبه فارغة، ولكن إن شاء الله كما قلنا نطلعوا للشارع الكبير نلقاو المفاجأة الكبيرة إن شاء الله. الله أكبر.
وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما تحركت قلوب الحجاج إلى بيت الله الحرام الله أكبر ما كبروا ولبوا ولبسوا ثياب الإحرام الله أكبر ما طافوا بالكعبة واستلموا الحجر الأسود ففازوا بالطواف والاستلام وشربوا ماء زمزم وصلوا خلف المقام الله أكبر ما اهتزت النفوس شوقا إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام الله أكبر ما اجتمع المسلمون في هذا اليوم وهو أشرف الأيام الله أكبر ما صلوا وشكروا الله على نعمة الإسلام الله أكبر الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان المقصود في كل مكان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان أحمده تعالى جعلنا مسلمين وهدانا بسنة سيد المرسلين وكتابه المبين إلى خير شريعة وأشرف دين ونشكره عز وجل صيرنا مسلمين وبالحق قائمين وعن الباطل مائلين وأكثر من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر الله دبور كل صلاة بكرة وأصيلا والتكبير في مذهبنا المالكي يبتدئ من ظهر يوم العيد إلى صبح اليوم الرابع منه ومقداره 3 تكبيرات بعد السلام من كل صلاة وفي يوم العيد يحرم الصيام ويوسع فيه على العيال ويشبع الجائع ويطعم الخالع والمعتر ويقول في أبيات منسوبة للإمام علي لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها من ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها فهذه أيها الأحبة الكرام أيها الأفاضل أيها الأكارم أيها الأجاود إشارات لطيفة من هذه العبادات ومن هذه الشعائر التعبدية التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى لكي تتجدد فينا الصلة دائما وأبدا وتبقى وثيقة عميقة بكتاب الله وبسنة سيدنا وحبيبنا رسول الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر 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 ما ذبح المسلم الأضحية وجاد في هذه الأيام بالصدقة والهدية وتقدم إلى الله بصالح الأعمال وخلوص النية الله أكبر ما تلاقى المسلمان فتعانقا وتصافحا ونسيا ما كان بينهما من الخصام فتسامحا
الله أكبر ما تذكر المسلمون أخوة الإسلام، وتوثقت بينهم روابط الدين بصدق الفعال. الله أكبر ما نظر الله إلى عباده وهم واقفون بين يديه وتجلى عليهم بفضله وإحسانه. قولي أشهد أشهد أن لا إله إلا الله الله وأشهد أن الله محمدا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. إن شاء الله تعالى المسلم الثاني إن شاء الله. قولي أشهد بسم الله أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. سهلنا صلاة العيد وإذا خطبة العيد. عندك الحمد لله يعني تم دخول الإسلام لامرأتين أو امرأتان، تم إعلان الشهادة المصلى. الحمد لله على نعمة الإسلام. الله أكبر. الله أكبر. تبارك الله. كيف كنشوف هنا يعني الحشد كبير. الحمد لله. الله يديم نعمة. اللهم نصرا قريبا. اللهم نصرا قريبا. علم فلسطين يرفرف في سماء المملكة المغربية المسلمة. لا إله إلا الله.
Allah.